وهذه أحد الغرف الصفية في ثانوية قارة للبنات، انظروا ماذا حل بها نتيجة الصاروخ الخارق للصوت. الله أكبر عليك يا بشار، حتى أن باب غرفة الصفية خلع من مكانه نهائيا. هذا ما يصنعه بشار، وهذه هي مسيرة التطوير والتحديث التي وعدنا بها خلال 11 عاما قام بتخلف المدارس وإرجاع التعليم إلى الخلف لا يقل عن 40 أو 50 عاما. وهذا أيضا الباب خلع أيضا من مكانه، والزجاج في كل مكان، ولكن الحمد لله لم تصب أي من طالباتنا الحرائر بأذى أبدا، ولله الحمد. كل الغرف الصفية أصابها ما أصابها من هذا الصاروخ المحرم دوليا أيضا، وكأنه لم يبق له إلا الأسلحة المحرمة دوليا يلقيها على الشعب وعلى المدنيين الآمنين وحتى على طالبات المدارس.